الغيبة أو الذنوب بشكل عام تنقسم إلى قسمين: ذنوب في حق الله، ذنوب في حق العباد. الذنوب التي في حق الله، الله تبارك وتعالى لكرمه وفضله متكفل بغفرانها بمجرد أن تتوب، مجرد أن يتوب الإنسان إلى الله يغفرها سبحانه وتعالى. أما الذنوب المتعلقة بحقوق البشر، هذه لابد من إعادتها، كالمال. واحد سرق مال من الناس بعدين قال اللهم إني تبت إليك، طيب رجع المال، هذه حقوق ما تسقط، حقوق الناس. الغيبة كذلك من حقوق الناس، فلا يمكن إنسان يقول تبت إلى الله تبارك وهو مغتاب إنسان، ما يسقط حقه المغتاب أو الذي اغتيب، لا يسقط حقه. فأنت الآن بين حالتين: الحالة الأولى إن كان هذا الذي اغتبته إنسان عاقلا ويقبل وكذا، اذهب إليه قل يا فلان حللني، اغتبتك وأستغفر الله تبارك وتعالى حللني، فيحلله وانتهى الأمر. أما إذا كنت تخشى أن تقع